واخيرا بعد جهد وعناء وصل وصل وصل. كيف؟ الحمد لله نوصل، مفتوح الكرتونة مش مشكلة، المهم انه وصل. نحن وضع استثنائي في غزة، وانتم عارفين غزة وضع غزة، يعني بس تصل الحاجة، المهم تصل مفتوحة مسكرة، المهم الشغلة اللي انا طلبتها تصل. ان شاء الله من خلال هذا الفيديو هنحكي مع بعض شوية كلام من القلب الى القلب. خلينا نشوف الان. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة الى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. الدرع الفضي وصل، درع 100,000 مشترك، إن شاء الله عقبال 1,000,000 مشترك. أنا مبسوط كتير كتير، أكيد أنتم مبسوطين، لأنه الواحد كان في حلم والحلم هذا تحقق. طبعا تحقق هذا الحلم ما أجا في يوم وليلة. أنتم عارفين الواحد لما يحط هدف قدامه ويحققه، وإيش ما كان الهدف بالنسبة له بيكون إشي كبير، بالنسبة له إشي كبير. ليش؟ الناس الثانية ما بفرق معها إيش حقق، يعني بقول لك خلاص يعني 100,000 وعاد وبمشي. بس لكن أنت بتكون حاطط هدف قدامك، بتتعب وبتكد وبتجتهد علشان تصل إلى هذا الهدف. زي ما أنت تيجي مثلا في الثانوية العامة ويكون تدرس وتتعب وتجيب علامة مثلا ممتاز، علامة كاملة، فأنت هنا بتحقق هدف قدامك، بتكون مبسوط. فالصحيح الدرع هذا الفضي اللي وصل إلي خاطر يعني أقسمه قطعة قطعة عن جد، وأوصل لكل واحد يعني، لأنه أنتم سبب في وصولي إلى هذه المرحلة ووصولي إلى هذا الهدف الذي تم وضعه أمامي. الصحيح أنا يعني مبسوط، ومن القلب إلى القلب الصحيح أنتم أحلى عيلة وأحلى ناس اتعرفت عليهم في حياتي، وأنتم أحسن ناس. خلينا نفتح الكرتون ونشوف ايش فيها في الداخل. طبعا انا فتحته وطمنت عليه، طبعا يعني كان نفسي انه اكون مسكر وافتحه امامكم كلكم، بس يلا الحمد لله. هذا الورقة اللي اجت فيه فقط لا غير، هاي الورقة اللي اجت فيه فقط لا غير، ما في ورقة تانية اجت. هذه الورقة مش عارف، بيقول لك انه تعرف على فريقك وانشئ، ما لهاش علاقة في الموضوع، وهذه ممكن اصلا شركه بتعمل اليوتيوب هي الدروع، يمكن هذه اللي هم يعني شجعهم انه يشتروا، ما بعرف ليش. مش لازمنا، هذا اللي لازمنا اكثر شيء. بسم الله الرحمن، طبعا هنعلقه ورانا ان شاء الله ويكون موجود. يا عيني يا عيني يا عيني، هذا الصحيح الواحد يعني هيو اسم القناه ايهاب تي في و100,000 سبسكرايب. اوه حلو حلو، فين كيف بيلمع لمع لوز اللوز، وهيو من الخلف ولا حاجة، من الخلف هيو مبطن، وهنا ممكن تعلقه، ومن الأمام اللي هو مصنفر زي ما انتو شايفينه، ناعم جدا طبعا، وهذه بتكون خشنة الكلام هذا المكتوب، وهذه بتكون زي المراية، وهذه طبعا بارزة اللي هي البلاي هذه تحت اليوتيوب، وهي كل الدرع. رغم انه ايش ما يكون يكون، ولكن الواحد يفتخر فيه. واخيرا واخيرا الواحد الصحيح يعني مبسوط كتير لأنه وصل لهذه المرحلة. طبعا بنفسكم الطيب يا أحلى إخوة أحلى أخوات على القناة، تحية من القلب إلى القلب إلى كل واحد موجود على القناة، من صغيركم إلى كبيركم. الصحيح أنتم تاج رأسي من فوق. ومن هذا المكان أوجه الشكر لوالدي ووالدتي أدام الله عليهم الصحة والعافية، وزوجتي أدام الله عليها أيضا الصحة والعافية، الداعمين لي من خلال هذا العمل الذي أقوم به. الصحيح الواحد لولا الداعمين وأنتم، وأنتم اللي بعلق التعليق، أي واحد بعلق تعليق، أي واحد بكتب كلمة، أي واحد بكتب كلمة حلوة، أي واحد بعلق أي تعليق، الصحيح أنتم الوقود الذي أشعل الاستمرار في تحقيق هذا الهدف. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر موصول للجميع بلا استثناء، من جميع الدول العربية كلها، ولا أستثني أي أحد سواء في الدول العربية أو الدول الأخرى، والشكر موصول لكل أخ موجود وكل أخت موجودة على القناة. يعجز الشعر والنثر والكلام على وصف فضلكم، فلكم مني كل الثناء والتقدير على كل ما قدمتوه
لي من خلال هذه المرحلة. القناة انطلقت من 1/6/2020، عمر القناة الآن سنة وخمس شهور، والآن نحن يعني أنت جاي تقول 100,000 مشترك وإحنا الآن 124 تقريبا ألف مشترك، فلكم مني كل التقدير والاحترام. طبعا أنتوا بتقولوا خلصنا بدنا نشوف شو أخبار التحديثات. التحديثات، فلكن لازم هذا الفيديو أعمله علشان يعني إحنا يعني هدفه حققناه، ولازم يكون موجود فيديو حتى بيضلوا يعني هذا الفيديو يبقى، ويعني الواحد كل فترة ممكن يرجع له، يعني عن جد يعني إشي رهيب، الإحساس عندي رهيب، مش عارف أنتوا حاسين بالإحساس هذا أو لا، لكن الإحساس رهيب. نلتقي إن شاء الله في الدرع الذهبي، درع المليون بإذن الله. لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.